السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أطبخ مع ديدو. اليوم إن شاء الله درت لكم اون بريزونطاسيون لكاع لي غاتو اللي درنا سبيسيال عيد. كما يقولوا إن شاء الله يعجبوكم. فهم ليك لي موديل كاع اللي كنت درت لكم، فوالا وإن شاء الله يعجبوكم وإن شاء الله تسيو يا لو كان ان موديل ولا زوج. فوالا هذه حلوتنا، حلوت كما يقولوا حلوت بلادنا تراديسيونيل اي مودرن. فوالا وان شاء الله كما يقولوا هذا العيد ان شاء الله يدخل علينا ان شاء الله بالستر والسلامه. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله عقوبة كل عام. وكما يقولوا بهذه المناسبه نقول لكاع الناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش صحه عيدكم العقوبه لكل عام. فاميلتي خالاتي جداتي، كما يقولوا كاع خوالي كاع الناس اللي يعرفوني واللي نعرفهم. فاميلتي في الجزائر، خاوتي خواتاتي، خويا الكبير نتمنى له ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي، خويا في كندا، اختي تاني في الاسترالي، نقول لهم عيد مبارك وان شاء الله حتى نتلاقاو ان شاء الله. نسابي تاع بليده، نسابي تاع مستغانم، نسابي تاع الجزائر، ما ننساهمش تاني. وكما يقولوا بنتي في امريكا، ان شاء الله يتنحى كما يقولوا هاد الغبينه وان شاء الله تجي ونتلاقاو يا ربي. ونسابي محمد قاسم، عروستي في ريال، ولادي في ربعه، وبيان سور الزوج تاعي يما، كما يقولوا نشكرهم اللي وقفوا معايا. ولادي في ربعه ياسمين، زينب، عبد الرحمن، عبد الجليل، واحفادي بيان سور، ادم، هارون، نسمه، جواد، وياسر. العقوبة ان شاء الله لكل عام، ان شاء الله نكونوا كاع متلمين يا ربي، وان شاء الله العام الجاي يجي ان شاء الله خير من هذا. والى الملتقى ان شاء الله، وصحة عيدكم وعيد كاع الشعب الجزائري. سلام. مبروك عيدنا وفرحنا، مبروك عيدنا وفرحنا، وعام على حفاف جمعنا، وعام